بدأت الحكومة المغربية عقد اجتماعات مع ممثلي المركزيات النقابية لبسط تصوراتها بخصوص قضايا مرتبطة بالطبقة الشغيلة، وذلك استعدادا للاحتفالات بعيد الشغالين في الفاتح من شهر مايو. كما ينتظر أن تجمع سلسلة لقاءات كلا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبلاد. انطلقت اجتماعاتنا مع الحكومة منذ سنة 2022، نتمنى أن تكون الحكومة أكثر جدية هذه المرة في حوارها مع النقابات وأن تلتفت لمطالب الطبقة العاملة وخصوصاً مطالب قطاع النقل الذي أمثله. وتطالب الجهات النقابية المغربية بحلحلة جملة من الإشكالات العمالية التي طالما مثلت محور التوتر بين الطرفين النقابي والحكومي، على غرار الزيادات في الأجور وإقرار قانون خاص بالإضراب يحمي حقوق الطبقة الشغيلة، إضافة إلى التسريع في عقد الحوارات الاجتماعية والاستماع للمطالب المستجدة. نقدروا نقولوا هذه الخطوة هذه مزيانة في نطاق الحوار. أثمن الحوار الذي سينطلق بين الطرف الاجتماعي ممثلا في النقابات والطرف الحكومي، وأتمنى أن ينطلق قريبا ودون تأخير وأن يجسد فعليا مطالبنا على أرض الواقع. وشهد المغرب في أكثر من مناسبة احتجاجات نقابية ثم ترجمتها إلى مظاهرات وإضرابات على غرار ما يحدث في مجال التعليم والصحة بالخصوص. الحوار بين النقابة والحكومة أمر محمود لفض كل الإشكالات العالقة قبل مطلع شهر ماي القادم، يقول مراقب، خاصة وأن البلد مقبل على حوار اجتماعي شامل قريبا. أبلة مجبر، اليوم المغرب.